مرحبا، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة حلو لرمضان بأقل من 10 دقايق. عنا كوب حليب 300 ملي دبل كريم، وفينا نستبدل الدبل كريم بقشطة، 5 معالق طعام سكر، 3 معالق مليانين نشا، 3 حبات هيل، جوز الهند وجوز للزينة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط السكر فوق الحليب، كمان النشا، وبحط الهيل. هلأ بحركن على الغاز تحريك مستمر. بسخن الحليب بهيدا الشكل قبل ما يغلي ويشتد المزيج. هلأ بحط فوقن الدبل كريم. بسم الله، كمان كفي تحريك ليشتد المزيج. هلأ بس اشتد المزيج بهيدا الشكل، هلأ منحطهم بالصينية. بشيل منهم قبل الهيل عشان اخدنا النكهة المطلوبة، بحطهم بالصينية. كمان بشيل هيدي الحبة، شلت 3 حبات الهيل اللي حطيتن. هلأ بحطها على جنب. بس بردت الحلوة بحرارة الغرفة، رح حطها بالبراد أقل شي ساعة، وقبل التقديم منزينها. هيدي الحلوة بعد ما سقعت بالبراد منيح، لنزينها هلأ مع بعض. برش جوز الهند، كمان جوز، كسر الجوز شوي بهيدا الشكل ومرش على الوجه. حلو كتير سهل وسريع، بتتحضر بأقل من 10 دقايق، وكتير عن جد طيبة. هلا لنجرب مع بعض كيف طلعت. هيدا الشكل النهائي. هيدي الحلو اللي عملتها أنا وياكم بأقل من 10 دقايق. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.